هاتفيا الاستاذ الدكتور فخري الفقي عضو مجلس النواب. برحب بيك يا دكتور فخري، ومليون مبروك يا فندم. طبعا سيادتك قيمه وقامه كبيره على المستوى الاقتصادي، وده طبعا كان ادعى ان سيادتك يكون من ضمن المعينين في القائمه اللي بيختارها السيد رئيس الجمهوريه. عايز اعرف من سيادتك طبعا ازاي ممكن تكون الرؤيه الاقتصاديه خلال الفتره الجايه في ظل الاوضاع الحاليه. بدايه بقول لك صباح الخير. صباح النور يا يعني هشام، يعني الاعلام القدير، يعني ربنا يخليك يا فندم. وطبعا في البدايه عاوز اوجه شكري وتقديري للرئيس عبد الفتاح السيسي، القياده السياسيه الواعده اللي بتعمل ليل نهار من اجل شعب مصر، ومصر تبقى تتبوأ مكانتها، على يعني ان هو وضع ثقته فينا 28 وانا واحد منهم كاعضاء معينين في مجلس النواب. طبعا ده بيضعنا امام مسؤولياتنا بان احنا لابد نعمل ليل نهار ونواكب ايقاع القياده السياسيه في ان مصر تنهض يعني في اسرع وقت ممكن بمشيئه الله وبشكل متسق مع كل الاجراءات اللي تمت فيما سبق. اما فيما يتعلق ب يعني البعد الاقتصادي في الفتره اللي جايه، احنا طبعا يعني هنؤكد على ما تم البناء، هنبني على ما تم في الفتره اللي فاتت من خلال طبعا المشروعات القوميه والاصلاح الاقتصادي النقدي والمالي، وطبعا حقق استقرار مالي يعني ادى الى صلابه الاقتصاد المصري امام جائحه فيروس كورونا. طبعا بنثني كمان على ما قام به يعني المجلس اللي فات في فتره الفصل التشريعي الخمس سنوات الماضيه، احنا هنبني عليها في هذه الحاله. امامنا تحدي كبير في البعد الاقتصادي، وهو بالاضافه الى يعني تعزيز الاستقرار الاقتصادي اللي تم، هنشتغل في يعني حاجه مهمه جدا، وهي الاصلاح الهيكلي ويعني ازاله التشوهات التي يعاني منها جسم الاقتصاد المصري. وطبعا الاصلاح الهيكلي يعني في تشابكات كثيره جدا ومقيده لحركه الاقتصاد المصري لينطلق في افاق النمو، ولذلك من اهم هذه المشكلات خاصه فيما بعد جائحه فيروس كورونا، ونتمنى ان شاء الله هذه يعني الجائحه تنتهي قريبا بمشيئه الله. اللهم امين يا رب. بانه نمره واحد ان انا عاوز ااهل القطاع الخاص، وأنا أقصد بالقطاع الخاص في هذه الحالة المشروع المتناهي في الصغر والمشروع الصغير والمتوسط، وبحيث أنه هو ينمو ويعني يزدهر، الصغير يبقى متوسط والمتوسط يبقى مشروع مع الوقت. طبعا يتطلب هذا تشريعات تتعلق ب يعني إزالة كافة المعوقات خاصة البيروقراطية، وأنا شايف أنه هناك إجراءات تتعلق بالإصلاح الإداري بتتخذ بالفعل، هندعمها ونعززها في هذه الحالة بمزيد من القوانين التي تسهل مزاولة نشاط الأعمال اللي يؤدي إلى ضخ وجذب مزيد من الاستثمارات من المستثمرين المصريين في الداخل ومن المستثمرين العرب والأجانب في هذه الحالة، لأنه ده اللي بيخلي الاقتصاد ينمو وبيصب في نهاية الأمر لصالح يعني مصر وشعب مصر وكافة فئات المجتمع المصري في هذه الحالة. وعشان كده بنقول كمان الرقمنة الاقتصادية، الاقتصاد يبقى مش ورق ومستندات وخلاف، ولكن في قواعد بيانات في الأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية في هذه الحالة، ومع توعية المواطن والتعليم والتدريب بأنه كيف يتعامل مع هذه المسائل الرقمية، بحيث أنه يختصر الوقت، والوقت بالنسبة للمواطن وبالنسبة لرجل الأعمال
يعني مسألة طبعا مكلفة للغاية، فلما اختصر له الوقت وده مهم طبعا، ده هيؤدي تدريجيا كده مع البنك المركزي في الشمول المالي وتقليل التعامل بالكاش او النقد في هذه الحالة، هنجد انه الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية اللي مش عارفين بالظبط بتتم ازاي، لكن عندنا تقديرات ليها ان هي تندمج مع الاقتصاد الرسمي في هذه الحالة، ويبقى الاقتصاد المصري حتة واحدة مش رسمي وغير رسمي. دي طبعا ده كل دي اصلاحات هيكلية هتتطلب تشريعات، الى جانب طبعا مهمتنا في هذه الحالة يعني اقرار الموازنة والخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكمان يعني مراقبة الجهاز التنفيذي للدولة في هذه الحالة، إضافة إلى أن احنا يعني كأعضاء مجلس النواب كلنا بنتعاون سواء معين أو منتخب في هذه الحالة، بأنه مصر تتبوأ مكانتها زيها زي بقية الدول اللي انقضت. مصر مش أقل من دول كتيرة جدا، صحيح. أعتقد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيقاعه السريع واللي بيختصر فيه الوقت، لأن الوقت بالفعل هناك منافسة شديدة بين الدول من الذي يعني يختصر الوقت، لأنه مكلف، الوقت مكلف في هذه الحالة، فضاع منا الكثير من السنوات الماضية في يعني أشياء كثيرة. آن الأوان أن مصر نواكب إيقاع الرئيس في هذه الحالة، بحيث ان احنا يعني بنتخذ القوانين والتشريعات بشكل متسق مع القوانين الاخرى المتصله بالقوانين الاقتصاديه، وربنا يوفقنا يا رب يا فندم. يا رب طبعا دعواتنا لحضراتكم جميعا بالسداد والتوفيق، وطبعا هي المهام كبيره وجسام، وحضراتكم طبعا يعني قدها قدود زي ما احنا بنقول ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ الدكتور فخري الفقي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا.